مش الست يعني. و الاولاد الاولاد الدكتور كريم السلعاوي دكتور في الاكاديميه البحريه، وكان لعيب في الاهلي لغايه 20 سنه، واتجه للموضوع التدريس يعني في الاكاديميه البحريه، وبعد كده بقى حكم دولي، واعتقد لسه راجع من كاس العالم 3 اون 3. طب كلمني عن كل واحد في اسرتك انت، كلكم بتلبسوا رقم 7. في صوره انا بعتها عشان اثبت لك الكلام ده. المدام طبعا الولد حكم دولي ولسه راجع من كاس العالم 3-3. ما شاء الله. احمد السلعوي لعيب جيد جدا، كان في النادي الاهلي ولعب بطوله افريقيا كسبوها مع النادي الاهلي، ولعيب اساسي كان في النادي الاهلي، اتصاب موفقش يكمل، طلع لعب سنه في الجيش، ومن الجيش نادي سبورتنج برضو معقل، من تاني معقل في اسكندريه من الرياضه، طلبوا السنه دي والولد منضم ليهم. عندي بنتي تلعب في الدرجه الاولى الاهلي وفي منتخب مصر، ومن احسن لعيبه ومصنفه يعني. طب احنا معانا تقرير لكريم، هنشوف كريم يقول لك ايه وهترد عليه تقول له ايه. كابتن سلعاوي او السلعوه زي ما هو بيحب اللي هو الناس تناديله يعني، اسمه يعني التعريف، كان هداف اولمبياد لوس انجلوس سنه 84، وكان ليه الشرف اللي هو شال علم مصر في الافتتاح، وده شرف كبير لاي رياضي في الدنيا اللي هو يحمل علم بلده. حصل على وسام الرياضه من الدرجه الاولى ونقطه الامتياز من الدرجه الاولى. كبرت وعيت على الدنيا، لقيت مش بس والدي بطل من أبطال كرة السلة، أمي كابتن إيمان صلاح الدين البدراوي برضو اللي كانت لعيبة في نادي الأهلي ومنتخب مصر، كل ده خلاني إن أنا أول ما بديت ألعب رياضة طبعا رحت على الباسكت على طول، لعبت في المراحل المختلفة لحد تحت 20 سنة في النادي الأهلي. بعد كده ظروف ما سمحتش بسبب الإصابة وبسبب ظروف العمل، أنا دكتور في الأكاديمية البحرية، بما إن الباسكت في دمنا فطبعا ده خلاني إن أنا مقدرش أبعد عن الباسكت، فاتجهت للتحكيم. أنا حاليا حكم دولي في باسكت بول 3x3 أو 3x3. الحمد لله كان ليا شرف يعني تمثيل التحكيم المصري في بطولات كبيرة، الحمد لله رحت 2 كاس عالم، كاس عالم للجامعات، 5 بطولات افريقيا، دورة العاب افريقية مرتين، فالحمد لله يعني نشأت في اسرة كل سلوية ابا واما. اخويا احمد السلعاوي نجم النادي الاهلي السابق ونجم نادي سبورتنج الحالي ومثل منتخب مصر، اختي الصغيرة نادين السلعاوي يعني كان حققت ريكوردز ما حققهاش اي لعيب مصري في دوري الجامعات الامريكي للسيدات، وحاليا هي نجمه من نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر. يعني حابب اقول لبابا انا فخور وكل شرف وان يعني ان انا ابنك، ربنا يديك الصحه وطول العمر ويبارك لنا في صحتك. هتقول ايه الكريم؟ يعني هو فرحتي الاولى كريم يعني، وبالنسبه لي صديقه كابتن مصطفى. هل بيستشيرك في بعض الحاجات الفنيه؟ كل حاجه كل حاجه يعني، هو صديق الفنية. صديق و مدود يعني في مجال التحكيم متميز، ليه سمعته برضو خلقا ويعني ونعمه. فيعني دكتور شاطر في الاكاديميه البحريه. ف ايه الصورة دي؟ الصورة دي اللي بقول لحضرتك عليها. السبعة اهي. 3 سبعات، عبارة عن 3 أجيال، جيلي، جيل ابني، جيل بنتي. ما شاء الله. هل الرقم اللي بيتحط على التيشيرت ليه أهمية قوي؟ بيبقى مصدر تفاؤل، أنا بالنسبة لي بيبقى كان مصدر تفاؤل، أنا كنت أحبه جدا. وعلى فكرة أنا لما جيت النادي الأهلي، لما جيت النادي الأهلي كان في حد لعيب لابس 7. وكان لعيب كويس وفي المنتخب اسمه خالد بخيت، قال لي لا انت هديك 7 وخد 6 هو. والله. اه. طب دي حلوه دي كمان، دي من الحاجات طبعا.
وهو لعيب جاي كويس جدا. خالد بخيت من احسن اللعيبه اللي نعم جاي. نعم. فاحنا معانا كمان تقرير من احمد. هنشوف احمد هيقول لك ايه ونرجع تاني نكمل كلامنا. انا احمد سلعاوي ابن الكابتن محمد سيد سليمان السلعاوي. طبعا يعني شرف ما بعده شرف ان الواحد يبقى والده اسطوره بحجم كابتن سلعاوي في كره السله. الواحد واقع على الدنيا ولقى وكان ماشي في الشارع وصغير كده مش فاهم ليه الناس كلها بتصور معاه، حتى لغايه دلوقتي الناس بتصور معاه والناس كلها متذكره ومتذكره جيل العظيم اللي ادى لمصر كتير جدا، يعني تقريبا اكتر ما خد. طبعا هو راجل غني عن التعريف، كابتن منتخب مصر لسنوات كبيره، زامل عده اجيال محترمه جدا وكبيره جدا، هداف دورة البحر المتوسط سنة 79، وهداف أولمبياد لوس أنجلوس، ويعني شرف ما بعده شرف لأي رياضي في الدنيا إن هو يكون شايل علم مصر في افتتاح لوس أنجلوس الألعاب الأولمبية. على أساطير كتير جدا في اللعبة منهم حتى مايكل جوردن. طبعا الواحد اتولد في بيت اكيد سلاوي جدا، طبعا مراته اللي هي والدتي كابتن ايمان البدراوي، كابتن النادي الاهلي برضو منتخب مصر، نادين اختي صغيره نادين السرعاوي، طبعا لعيبه كبيره جدا في النادي الاهلي منتخب مصر، والثلاثه على ثلاثه وحقق انجازات كبيره جدا سواء في الاحتراف الخارجي في امريكا او سواء عن طريق النادي الاهلي. كريم اخويا طبعا لعيب سابق في النادي الاهلي في الناشئين وحكم دولي في 3 على 3، وبرده دكتور في الاكاديميه البحريه. فطبعا ده شرف ما بعده شرف ان الواحد ينتمي للعيله دي، واحب اقول له يعني ان الحمد لله كل الناس بتحبك ومتذكرك بالخير، وربنا يكرمك ويحبب يعني يحبب فيك خلقه كمان وكمان. شكرا. هتقول ايه لابو حميد؟ ابو حميد ده هو اللي واخد مركزي، يعني ابو حميد ده اللي واخد مركزي في الارتكاز. لاعب ارتكاز. واللي عايز اقوله برضو ان احمد وبنتي يعني كريم، يعني كريم اما انا كنت بلعب كان هو يقعد يجري معانا، يعني ده كان في الملعب، لكن دولت مش شرايط. يعني كانوا بيتفرجوا، حبوا الباسكت مش شرايط. وبعدين كانت انا في الاهلي ووالدته في الاهلي، كان على طول مرمين في الملعب. هل نقدر نقول الجينات الوراثيه من الام والاب اللي خلت الولاد ربنا يخليهم لك يا رب ان يحبوا لعبه كره السله؟ هو طبعا لها عامل اساسي، بس هو ولا انتوا اللي شجعتوهم؟ احنا شجعنا طبعا. لان يعني برضو هم شافوا وعرفوا كده وحبوها، فبداوا يلعبوا. وبعدين كان عندنا مدربين في الاهلي برضو بيحببوا الاولاد. ويعني طب هل مثلا ما حدش فيهم فكر يلعب كوره وقلت له لا انت هتلعب سله؟ لا ما فيش حد خالص. لا كفايه اللي انا شفته يا اولاد. ما فيش حد بيعدي النحت. منعت. كفايه اللي انا شفته يا اولاد. طيب هل اللعيب اللي هو بيبقى زي السلعاوي اللعيبه السوبر اللي بتلعب، هل رقم الفانيلا بيفرق معاه؟ بيتعرف من رقم من التيشيرت بتاعه اللي هو لابسها، ولا المهاره الفرديه اللي بيظهرها عنده وموهبته هي اللي بتبان؟ الرقم الفانيلا ده نوع من انواع التفاؤل كابتن مصطفى، لكن انت كل شغلك على مهارتك وخبراتك. ويعني انا فاكر من الحاجات المؤثره جدا فيا، كنا بنلعب في بلد افريقيه و دخلنا بالصدفه اوضه اللبس بتاعه الفريق المنافس، فلقيت انه حاطط نمره 7 على 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 السبوره وعامل عليها زي اللي بيتحط على الكهرباء. يعني اقفلها، خلوا بالكم من ده الا ده اقفلها. يعني واخد بالك ده يتقفل عليه ده ما يعني واخد بال حضرتك، يعني دي برضو من الحاجات اللي بتبقى كانت. فانت مهارتك خبراتك تكرار البطولات الاشتراكات الكتير اللعب الكتير، لان الباسكت عباره عن مواقف. يعني هي عباره عن 40 تحركات. دقيقه 40 دقيقه بتبقى تحركات، انت يعني زي واحد بيحفظ حركه فبتبقى عمليه سهله غير اللي بيتعلم لسه. فهي مواقف، والمواقف وتكرارها بتديك ثقه انك زائد اللاعب لازم يكون لديه ثقه في نفسه طبعا اكيد.
انا دي يمكن فكرتني بحاجه دلوقتي وانا بتكلم معاك. احنا في ماتش بتاع مونشن جلادباخ كنا بنلعبه سنه اتفرجت عليه. هيدوكوتي رحمه الله عليه لما جه قال لك هنغير التيشيرتات، الخطيب هيلبس رقم 7 وهيلبسني انا رقم 10. انا ركبت لبست رقم 10 دي مش قادر امشي، تقيله مش قادر امشي. الخطيب عمل ماتش عمره في مونشن جلادباخ ده. فجيت بعد كده 1-1 تقريبا، 2-2 مع كابتن انور سلامه وانور سلامه. وفجيت بعد المباراه بقول للخطيب، قلت له بقول لك يا اخي الخطيب، قال لي نعم. قلت له 10 دي مش عايز اخليها تعدي من قدامي بس، لان انا لبستها مش قادر اتحرك خطوتين ثلاثه في الملعب. 7 خفيفه، 7 بتجريك. فدي برضو من الحاجات اللي هي بتخلي زي ما انت بتقول، ايه اللي خلاني ضرب في ذهني، ايه ضرب في ذهني انك بتقول دخلت لقيت